لك ليهم مع ريكاردو. والحقيقه يعني الراجل يعني بيتكلم كلام محترم جدا. ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم اصحاب تاريخ طويل، وان هم يعني كانت المفاوضات يعني وصلت لمراحل متقدمه، لكن المفاوضات وقفت. وعايز اعرف ايه اللي حصل، ويعني ويسعدني ان انا يعني ينضم لنا الكابتن ابراهيم حسن اسطوره مصر والباك رايت التاريخي للمنتخب المصري. كابتن ابراهيم مساء الخير. ايدو حبيبي عامل ايه؟ وحشني. الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، كله تمام. وحشني وسلامي طبعا للكابتن حسام. الله يسلمك، ربنا يوفقك. ايه اللي حصل يا كابتن ابراهيم؟ يعني احنا كان عندنا طبعا اخبار خاصه للريمونتادا ان انتوا كنتوا قريبين من تولي المسؤوليه الفنيه للمريخ. وانا الحقيقه قلت الاسبوع اللي فات، قلت ان ممكن يكون كابتن حسام وكابتن ابراهيم في التوقيت ده محتاجين تجربه مع نادي عريق خارج مصر، يقدروا ان هم يعني يظهروا فيها ان شاء الله بشكل جيد. وفي وقت من الاوقات بيبقى ممكن الخروج بره بلدك وان انت تكون موجود في نادي كبير يكون في دوافع كبيره جدا ان انت ترجع مره تاني في حال افضل وفي موقف افضل. ايه اللي حصل يا كابتن ابراهيم؟ مفيش، هو طبعا اكيد نادي المريخ نادي محترم والهلال والهلال من اكبر الانديه الموجوده في السودان وعلى مستوى افريقيا، بس يعني هو اتعرض علينا وقعدنا اكتر من يعني خدنا وقت انا وحسام بنفكر في الموضوع، في تردد يعني قعدنا ناخد مع بعضينا ونفكر في الموضوع، لينا مش عارف يعني ما كانش في يعني عارف حته يعني الموقف ان انت مش عارف الظروف ايه مثلا هناك في الموقف بالنسبه للجو في السودان، النظام خايفين برضو من يكون في برضو بعض المشاكل هناك بنسمع يعني في حاجات كان الواحد متردد فيها بصراحه. يعني المفاوضات وقفت يا كابتن ابراهيم من ناحيتكم؟ بصراحة يعني الناس كلموا والناس حاولوا كتير مع بصراحة وبشكرهم يعني كل احترام ليهم واتمنى لهم التوفيق، بس انا وحسام بصراحة ما اعرفش احنا يعني في حاجات كده ما بنتشجعش يعني ما خدنا ما الموقف ما خدناش بصورة جدية لان احنا كنا مترددين يعني ناخد الخطوه ديت. هو طبعا زي ما قلت لك اكيد كل احترام طبعا نادي المريخ والنادي كبير وطبعا الكره السودانيه وعارفين ان طبعا موجودين في دوري ابطال افريقيا وموجودين في دوري المجموعات واكيد كانت فرصه كويسه، بس احنا ما تشجعناش يا ميدو يعني بصراحه يعني، فاتمنى لهم التوفيق يعني.